لعب رانك اول ما ينزل السيزون انا العب ما استنى اياه يعني. في كثير يقول لك لا تلعب في البدايه الناس كلها حتتحرك حتطلع حتنزل يو ويل بي لاكي يو ويل بي ان لاكي. في عندك توجهين ممكن تكون جدا محظوظ وتطلع مره بسرعه وهذا ثلاث ارباع الوقت بيصير يعني. انا اشوفها مغالطه مره كبيره. ثلاث ارباع الناس اللي يوصلوا تشالنجر بدايه السيزون ما يقدر يوصل تشالنجر في نص السيزون. ليش؟ لانه ايرلي سيزون كله بيحاول يطلع مع بعض بسرعه and you might be lucky enough to get with the group اللي يطلعك يعني تطلع معهم مره بسرعه بعدين تنزل. فيمكن اذا لحقت من بدري تطلع مع جروب يعرفوا يلعبوا كويس you will actually get placed في higher elo than the elo اللي تستحق تكون فيه بعدين حتبدا تنزل. ففرصه استغلها. في ناس يقول لك لا انا اخاف في البدايه من يوم ما العب في البدايه العب مع ناس زبالين فانزل على تحت. وارد. في النهايه سواء لعب بدري او لعب متاخر هترجع في المكان اللي تستحق تكون فيه. اقتنع المكان اللي انت فيه وتعلم كيف حل المشاكل للمكان اللي انت فيه وحتلاقي نفسك تتحسن في الجيم. ما يهم لعبت اول يوم في السيزن ولا اخر يوم في السيزن. تمام؟ نتعلم. You die. You're the best. ما في شيء يضربه. إيه. حسب في عندي شيء يضربه هناك أخذ ألف. أخذ سمايت. وات. استنى لين بكرة. كم مات. رجع. السبورت متى يسوي روم؟ قاعدة صغيرة نخليها دائما متعارف عليها. دائما لما أسوي كوتشنج شوفني أتكلم مع أي أحد رجع دوري كول أو مات دوري كول. أول ما يعني وأنت ميت هنا طالع أي لين أشد جوت. البوت لين حقنا سوينا بوش للويف والويف هنا ولسه راجع علينا في الطريق. ما في شيء يستدعي يعني الاي دي سي حيكون سيف هنا والويف جاي عليه. ما في شيء يستدعي اني ارجع اللين. اروح جري على المد اورد هنا واسوي سكان احاول اي امباكت اللين. سويت اللي اقدر عليه هيلثي كويس ارجع سواء من هنا الطريق البعيد او ارجع ريكول وجهي كذا ما اجي من هنا الا اذا شفت الجنجل حقهم فوق.
والسبورت والاي دي سي حقهم باين. اذروايز وانا جاي من هنا الجنجل يكفشني، هذا يكفشني، نموت. فهذه قاعده عامه، كل مره ترجع فيها البيس في عندك روم اوبورتونيتي، كل مره ترجع فيها البيس نباك تروم، الا في حالات محدده. رجعت البيس التاور ال- 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 الويف حقتكم في البوت مسوين فريز هنا، الاي دي سي يحتاجك عشان تفك الفريز. لو جيت حتقدر تفك الفريز، تعال ساعد. لو جيت ما تقدر تفك الفريز ايش الفائده؟ تجي لين تجي تتفرج هنا، تتمخطر، تمشي توريهم الحبه كده وانت ماشي يمين يسار، تجي تتفرج عليهم. There's nothing to do. Go impact other lanes. وانا جالس اشر على ميد بس، ما باشر على التوب، لانه in low elo I have yet to see اي احد يسوي روم على التوب صح. انه ما هي صعبه، ما هي سهله، بس دائما ياخذ القرار الخاطئ وبشد لما يسوي روم في التوب ويعدموا الجيم. فخلينا نقول ميد روم وبلاي اراوند الكواندرات حقك اللي هو الواطي هذا اللي تحت بس. نلعب حول التوب، هذه يبغى لها حديث اخر بطريقه اخرى. طبعا يوجوالي يكون مترتب برضو على ويف مانجمنت، فشايف الويف كيف ماشية، ويمكن نبغى ناخد كنترول على أوبجكتيف. طبعا مو شرط، ممكن تروح من بدري، ممكن تروح من أول ريكول اللي هو التشيتا ريكول، ولا الريكول اللي هو قبل لبل 4 ولا 5، وتطلع فوق برضو زي ما تبي تروح ميد، تطلع فوق بدأت إذا كانت تقدر تجيب شوز زي الموبيليتي شوز يعني وتتحرك بيها. هذه هي مبدئية، وخلينا نوقف هنا. في يعني حاجات تانية المفروض تسويها as a support وانت your roaming، هذه نتكلم عليها في يوم آخر. ايش تاني يا اخواني؟ في اسئلة اخرى؟ كيف ما اموت كثير؟ لا تموت كثير. عندي اسئلة بس تعبان اكتب، انا برضو تعبان ارد عليك يا تعبان تكتب. as a mid laner when should I buy oracle lens anytime you are يعني any as a anytime you are a champion that roams، يعني إذا لعبت champion يبغى يتحرك من اللين يسوي يروم تحت ولا فوق على طول مع والرجعة تشتري أوراكل، لأنه والرجعة يوجولي حتجيب بعدها يعني حترجع على level 5 ترجع اللين تأخذ level 6 بيها، يعني يوجولي مع أول شهر وآيتم، ومع level 6 تبغى تروم فتبغى سكانر، فترجع اللين هنا سواء BTP ولا ماشي، وبعدها تبغى تتحرك. فwhen you are roaming you need to scan عشان ما تضيع وقت. imagine انت جاي تجري من هنا وهم حاطين وارد هنا ولا وارد هنا ولا وارد هنا، وانت جاي تجري او من هنا، وهذولا شافوا يعني هذولا كانوا متقدمين وخلوك تقرب، طبعا في الهاي ايلو يخلوك تقرب بعدين يقوموا يرجعوا، يقوموا يضيعوا وقتك، وهذا already اشر للتيم انه انت جاي، وهذولا أشروا 100 مرة أن أنت جاي. فيو نيد سكانر فور يعني مينلي فور ذس، بالذات إن لويل. طبعا that's one of the things، هذه واحدة من الحاجات اللي تحتاج فيها السكانر. الحاجة الثانية اللي تحتاج فيها السكانر إنه is actually to help your team eliminate، نشيل عشان تساعد الجنجل حقك، تقدر تشيل الجنجل حقك أجريسيف جنجل يقدر يتحرك all in، you go you scan for him or for yourself or you scan for the sides عشان you enable your jungle عشان يسوي amp ولا يسوي dive right. هذه more advanced لhigher heroes it's fine. في غيرها أسباب أخرى اللي هو potential. طبعا as a mid laner أنت you exert حاجة اسمها pressure مرة كبير، يعني you exert a lot of pressure in the map. من يوم ما أنت تختفي من الماب تمام وعارفين أنك healthy لازم هذول وهذول يخافوا right. ففي الهاير إيلوز هتلاقي الأخوان مظابيط يحطوا واردز هنا أو هنا أو هنا، وطبعا هنا يعتمد على أساس إيش يشوفوا، أو طبعا الوارد اللي هي في اللين لما نرجع يسوي ريكول على أساس يشوفوا الميد لينر نزل تحت ولا طلع فوق right. فيو نيد سكانر تو سكان ذس عشان يو كان ستيل أبلاي بريشر، عشان أباكم تتفرجوا على فيكر دوبا والعيال هذول إيش يسوي. كل ما يسوي بوش لويف شو الفرق بينه وبينك أنت؟ حاجة مرة صغيرة يسويها أنت ما تشوفها، يا أخي أنا أسوي نفس الشيء هو تشالنجر وأنا برونز. He pushes the wave and then he waits here.
ما يوقف هنا يتفرج، شوفني شوفني انا جالس استنى الويف تيجي لين عندي، تعال يا جنجل حقي، بينج 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 بينج. اوكي، فاللي تبغى اللي يسويه يقوم يخش هنا ولا يخش هنا. دخلته هنا هذه بس ابلايز بريشر على هذا وابلايز بريشر على هذا، هذول يضطروا يلعبوا سيف مع انه هو جالس هنا. رايت هذول يخافوا، يعطي ادفانتج للتيم، والجيم في الهاي ايلو يتحول لجيم اوف منتال فورتيتود تشيس و بريشر ابلكيشن. من يوم ما نشوفه اختفى مش كذا، هذا حيلعب خايف، هي حيضطر يرجع ويستنى لان عدايف جاي علي، قلت لاقي جيري حط وارد هنا. رايت فهذه يعني انا دائما اتحرز اتكلم عن الحاجات اللي مو اتحرز، على حسب اللي يسالني، يعني اللي يسال لي لو ايلو يعني بيبان من سؤاله، اجاوبه يعني بالحاجه اللي تهمه في اللو ايلو عشان ما الخبطه، لانه انا ما يهمني انا في اللو ايلو انه اسوي الشغلات هذه، لانه اصلا انت مو لو اختفيت، هو كويس انك تعود نفسك تسوي الهابت هذه كويسه، بس لو مو لو اختفيت، لو وصلت لين هنا عندهم هم ما يدروا عنك يا رجل، هم داخلين هنا في خشمهم، وهذا جالس أشر لهم أرجع ما يفرق. ف they don't feel the pressure هذا، لأنه they don't understand، يعني ما يفهموا الضغط، يعني ما يفهموا الإمباكت الفعلي للضغط هذا. دائما أشوفها في جولد، في بلات، في سيلفر، في دائما أشوفها هذا نازل. أنا جنجل، أنا جالس ألعب جنجل، شفت الجنجل حقهم نازل ياي نسوي لهم دايف اي ماتوا كلهم جنجل دف على طول ما يفرق. هذول زبالين، عشان كذا من يوم ما احد يجي لي زي كذا، انا مسوي شغلي وهو مات وانا قايل له. يعني في فرق بين انا شفته وهو طلع في الميني ماب هو ما شافه، لا انا قلت له 20 مره رايت، انا اشرت لهم، انا قمت كتبت لهم جنجل اسبوت سايد وبرضه ماتوا، خلاص انا سويت شغلي. فان في حالات انا اقدر اي كان انسر، و3 في 3 تنفع، في حالات 3 في 3 ما تنفع، ولا هم اربع احنا ثلاثه، اي وان جو تو ذا اذر سايد اوف ذا ماب، وهذا الوضع الافضل. يعني احيانا السترونج سايد اوف ذا ماب اللي فيه بلاي، وانت هنا ما حروح اجري قبل ما اوصل، قبل ما اوصل خلصت البلاي قتلوهم، اروح فوق نسوي بلاي، هذا الافضل. رايت دائما نتكلم فيها في البرو بلاي، لما تشوفون الجزء اللي نقول لك سوينا كروس ماب، انت ما يو كودنت تراك الجنجل حقهم صح باي ديفينيشن. يعني جنجل تراكينج بالذات في اللو ايلو احيانا اصعب مره كثير من الهاير ايلو. ليش؟ انه ما يمشوا على النظام صحيح. الهاير ايلو فاهمين الجنجل بدا بوت قال بلو جروم، وذر هو اخذ هذا ولا ما اخذ، وما يفهم اخذ ريد، وبعدين سوى جانك، شفنا انه اخذ والله 3 كامس ولا 4 كامس ولا 6 كامس، whatever type of jungle. احنا عارفين بعد ما يخلص الكلير هذا يرجع ايش حيسوي، يرجع يمشي بنفس الباث، هياخذ هنا وبعدين عنده potential جانك او حيطلع فوق مرة تانية. فانا كفتيم الخصم انا عارف انه مدام بدأ هنا وكمل كذا، البداية القادمة حتكون هنا. في اللو ايلو بدأ هنا سوى جانك، رجع هنا سوى ريكول، راح فوق ما عارف ايش يسوي، رجع البيس فور ذا ريزن، ولا دخل هنا مات، راح يجري فوق مره ثانيه مع انه هنا ما في كامبس، يو نو يو دونت نو، بس يو ستيل هاف تو اسيوم. انت لازم يكون عندك اوكي الاحتمال الاكبر. طبعا الاحتمال الاكبر هذا مبني مو على تصور أنا منجم ينزل علي تنجيم من السماء، يبني على تصور صحيح، هو بدأ بوت بعدين راح فوق، أنا أول أسيوم إنه لما رجع بوت، فأنا متوقع إنه موجود بوت، احتمال يعني أنا المفروض ألعب حول البوت حقي إذا هو يبغى يجي يسوي جانك، تمام؟ والله أنا جيت بوت هو كان المفروض يجي بوت وبعدين لقيته فوق، خش شير الجنجل حقه كلها بوت لأنه حتكون رجعت، فاهمني؟ فأنت عشانك بتفكر صح هو ما بيستوي تفكيره صح، انت يو ويل جين ان ادفانتج 100%. تمام، فهذه شغلات يعني فيري ايزي تو كومبريهند، مره سهله تسويها، مره سهله تسويها، يبغى لها شويه تفكير. اذا انت ما تفكر خلي يعني اسال احد يفكر عنك يدي لك التلقيمه،
وانا دائما حريص في 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 شروحاتي وفي ستريماتي وفي طريقة وفي أسلوبي في 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 الشرح إني ما أعلمك إيش تسوي، أعلمك كيف تعلم نفسك. أوكي، زي اللي دائما نقولها teach a man how to يعني how يعني give a man a fish you feed him for a day, teach a man how to fish you feed him for how to fish he will eat for a life for a lifetime. دائما نقول المثل هذا، عارفينه معي. أعطي الرجال سمكة حياكل اليوم، علمه كيف يصيد حياكل كل يوم، right؟ أنا يهمني ضروري إنك تفهم الفكرة، مو بس إيش تسوي. فأنتوا دائما يعني كثير من الأسئلة اللي تجيني إيش أسوي في الحالة هذه، أو مو إيش أسوي في الحالة هذه، إيش أحسن شامبيون ألعبه، ولا إيش ولا simply يعني متى روم؟ هقول لك والله روم في الحالة الأولى الثانية الثالثة، بس لا we don't want that. ما أبغى أديك جواب، مو زي يعني زي تروح مدرس يقوم يجاوبك هذا الجواب الصح وانتهينا، بس ما أنت فاهم كيف وصلت للحل هذا. أبغاك تفهم كيف توصل للحل، لأنه عشان تعلى في الرنك، عشان تكبر بنفسك ليتر، لازم تبني على الفاونديشن هذا، لازم تبني على الفهم هذا، تعليمك، وبعدين تبني الخطط حقتك وراها.